الإمام صلوات الله عليه يقول إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. يجي فد واحد يرفع راية ضلال، يطرح شبهة في الأمة، مو شرط هذا الفرد أن يكون باطلا محضا. إذا كان باطل محض كان يقول ماكو دين، الدين خرافة، الكل كانوا يعرفونه. المشكلة أن هذا الذي يرفع الراية يخلط الحق بالباطل فينطل الأمر على السذج. أهواء تتبع، واحد عنده ذوق معين، الذوق هذا مو ذوقي، تحكيم الذوق في الدين، الدين مو قضية ذوقية. الشيطان ما كان مذاقه أن يسجد لآدم، الدين مو قضية ذوقية. هذا الدعاء ما يعجبني، إذن هذا الدعاء باطل. هذا الحديث ما يعجبني، هذه الفكرة ما تعجبني، الدين مو قضية ذوقية. الدين هو التسليم لله سبحانه وتعالى. أهواء، رجل عنده هوى معين تتبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا. هذا الذي يرفع الراية جماعة يتعصبون له. ثم يقول الإمام صلوات الله عليه: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق، يجي صريح إلى الميدان، لم يخف على المرتادين. مرتادين يعني الطالبين للحقيقة، واضح حق باطل، واضح باطل مكشوف. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، شوية حق شوية باطل، شوية إقرار شوية إنكار، فتختلط الأمر ويحدث هنالك غبش في الرؤية. شايفين بين الطلوعين يحدث هنالك اختلاط بين النور والظلام، واحد ما يشوف أن هذا اللي يجي من هو، هذا الشبح ما هو. ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، الضغث كما يقول الشارح يعني قبضة من حشيش مختلطة، اليابس والربط يختلط فيها فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. بعض يهلكون وبعض ينجون.